هبطت معاكم بالدار الثاني، وكنتمنى تكونوا في الف الف خير. فهاد لافيو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا تكمله ديال الشابيتر لالجبر اللي هي اللي وقفنا فيه في ديالونزاسيون ديال ماتريس. الوغ اليوم غنشوفوا واحد التمرين جديد مهم، غنحاول من خلال ديالو انني نفصل لكم بعض الامور اللي كنا شفناها في الفيديو اللي فات. يعني الفيديو اللي فات خدمنا على دو لين دو كولون، اما دابا غنخدمو على تخوا لين تخوا كولون، هي اغلبيه اللي كتعطى في ليزيكزامان. اذا دونك عندي هنا لا ماتريس ا، دونك عندي جوج 0 0 3 1 0 1 4 5 6. اول حاجه دائما نشلمك رجاء كبير انك دائما تشوف واش عندك ماتريس تريونغولير، واش عندك ماتريس دياغونال، واش عندك ماتريس اونيتير. حتى هاد الحاله لاحظتوا معايا كاين لا ماتريس اش، لا ماتريس دياغونال، علاش تريونغولير؟ عفوا، لان هنا عندي اش، عندي المثلث ديال الزاويه، صافي، ديال هادي ماتريس تريونغولير. علاش؟ لان بزاف ديال لي بروف كيعطيوكم ماتريس ساهله، كتكون اما دياغونال اما تريونغولير اما اونيتير، باش تقدر في الامتحان. في الامتحان كتكون ساعات دير في هادشي كامل عندو فيه دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا على بركة الله. دونك عندنا نبداو، أول سؤال كيعطيونا دائما هو كالكولي بي دو لاندا. إذا كما قلنا بي دو لاندا شكون تساوينا؟ بي دو لاندا سي ديت، هي ديت، هي ديتيرمينو ديال أ موان لاندا ليدونتيتي على لوطرو. بمعنى ندير بحال هاكا، لي زيرو ديال دياغونال كنقص منهم دائما لاندا، دونك دو موان لاندا زيرو زيرو تخوا موان زان موان لاندا زيرو أربعة خمسة ستة موان لاندا. هنا ديتيرمينو نقدر نحسبها بميثود ساويس ميثود كوفاكتور، ولكن إلا كان تريونغولار ولا دياغونال ولا أونيتير كنضرب غير لي زينيمو ديال دياغونال بعديهم، يعني ندخلها نضربها هادو بعديهم. دونك كيما قلنا هنا عندنا تريونغولار حتى المثلث ديال الزاويات. إذا هنا شنو غادي ندير؟ غنضرب غير هادي في هادي في هادي، ولا من جهة ميثود ساويس ولا ميثود كوفاكتور. سؤال عندنا واش نديفلوبيها؟ لا، ما ديفلوبيهاش، غنخليوها بحال هكا. غندوزو لا كيسيون الثانية، غنشوفو دابا لي فالور بروبر، لي فالور بروبر. قلنا في الحلقات اللي فاتوا باش نلقاو لي فالور بروبر ساهلة، كدير بي دو لاندا، بي دو لاندا دو أ كتساوي زيرو، وكتحل هاد المعادلة هادي اللي هي دو لاندا كتساوي زيرو، هادي كتساوي هادي فوا هادي فوا ستة موان لاندا كتساوي زيرو، بمعنى هادي كتساوي لنا زيرو، ولا أو كيما قلنا هادي كتساوي زيرو، ولا ستة موان لاندا كتساوي زيرو. إذا إلا بغينا لاندا في الطرف غندوزو لاندا الطرف لاخر، غتولي عندنا لاندا كتساوي جوج. هنا غتولي عندي إلا دوزنا لاندا الطرف لاخر غتولي لاندا كتساوي موان زا، ولا دوزنا لاندا الطرف لاخر دونك ستة غتولي كتساوي لنا لاندا كتساوي ستة. إذا لي فالور بروبر ديالي سوسون اش سوسون دو موان زان ستة، وهادو كيما قلنا كنقولو ليهم لو سبيكت دو أ. لو سبيكت سي لونسون ديال لي فالور بروبر. شنو هما لي فالور لي بروبر اللي لقينا؟ لقينا موان زان دو سيس، صافي ناضي. إذا ندوزو دابا اش؟ ندوزو لي فيكتور بروبر. دونك السؤال كان في ليكزامبل ديتيرميني لي فا لي فيكتور لي فيكتور بروبر. اشاك لاندا كما قلنا في لي فالور ترى كلشي يخرج لينا في القيم، يعني القيم ما يمكنش شي واحد تخرج ليه هنا جوج ناقص ثلاثة ستة، لا كنا خصو يخرج لنا نفس هاد الارقام اللي خرجو لنا، مي لي فيكتور ماشي اوبليغاتوار كنا يخرج لنا نفس الرقم. الوغ في الفيديو اللي كان قبل خدمت في العلاقة الأخرى اللي هي كانت عندنا ا عامل للاندا موا أ موا لاندا إي فوا الفيكتور أسوسي تساوي زيرو. فهاد الحالة غنخدمو بهاد العلاقة هادي باش تكون عندكم جوج على حساب شاك بروف أشنو كيدير، غنخدمو بهادي صافي. إذا ركزو معايا مزيان كيفاش ندولها. هنا كنقول أول حاجة غنخدم بالنسبة إلى لاندا، كنختار شي لاندا في لاندا باغ إكزومبل، كنختار لاندا كتساوي جوج، سمو على لاندا كتساوي جوج. أش كنقول؟ كنقول سوا في أن إيكال إكس إيكغريد زد. الحلقة اللي فاتت كنا غير إكس وإيكغريد، علاش كنا هنا زد؟ حاش عندنا تخوا لين تخوا كولون. إلا كان عندنا كاتخ لين كاتخ كولون، دونك كنقول فيكتور كيكون فين إكس وإيكغريد وزد وتي. كنجوي كان خمسة إكس وإيكغريد وزد وتي و أش ولا أش، فاي وفتا. قلنا هنا غنقول واحد فيكتور أسوسي، فيكتور بروب أسوسي أ لاندا إيكغريد. وقلنا ضروري الشباب نقول هاد الجملة هادي،
لان في الامتحان تنقصوا على النقاط اللي ما درتوهاش اولا كيضرب على السين. اذا ركزوا معايا شنو غنديروا، نخدموا العلاقه هذه شحال عطينا 10 عطينا ا، نسمي هذه لامدا ا في ا كتساوي لنا لامدا ا فوا في ا، يعني هي ا في في ا كتساوي لامدا شحال عندنا لامدا كتساوي صافي 2 فوا في ا. اشنو كندير الشباب ركزوا معايا، كنعوض هنا اكس الى زد ياك و جوج عامل لإكس إكراد زد. المهم معنا طبقها غير هنا في الأولى، أما في لي فيكتور لي جايين حيت غنلقاو تلات لي فيكتور حيت عندنا تلات لي فالور. فوالا دونك هنا غنوريكم الطريقة الأولى ومن بعد غناخدو نيشان ونقولكم شنو كتشونج صافي واخا. دونك أفوا في دونك شنو غنديرو، غنديرو لا ماتريس أ. شحال لا ماتريس أ عندنا؟ جوج زيرو زيرو تلاتة زيرو ستة خمسة أربعة. كما قلنا الشباب شنو غنديرو، كنحسبو لي لين مع لي كولون، لي لين مع لي كولون عندنا هنا بخدوي، يعني فيكتور هو عبارة على ماتريس. إذا ضربنا باش تولي عندنا، غتولي عندي جوج إكس صافي، غتولي عندي جوج في إكس صافي جوج إكس، زيرو في إكس راهي زيرو، زيرو في زيد راهي زيرو، إذا هنا غتبقى عندي فقط جوج تساوي جوج إكس تساوي زيرو. إذا هنا غنضرب هادي في هادي، هادي في هادي، وهادي في هادي، فبالتالي شنو عندي؟ خوا إكس موان إكغاد كتساوي زيرو. هنا بنفس الطريقة دونك ربعة في إكس، ربعة في إكس صافي، ألو خمسة في إكغاد بلوس سانك في إكغاد بلوس سانك زيرو، لما تساوي زيرو فونك موان زيرو فونك تساوي بلوس سانك بلوس سانك. هنا شنو غندير؟ غندخل هاد الفيكتور على هنا غيولي هنايا عندنا جوج إكس جوج إكس جوج إكس، دونك عندنا سكالير فوا ماتريس، دونك هنا تولي عندي إش، هنا تولي عندي جوج إكس، هنا تولي عندي إش جوج إكغات، هنا تولي عندي إش جوج زد. من بعد الشباب شنو كندير؟ كنحاول نخرج إكس أون فونكسيون دو إكغات، ولا بيان إكغات أون فونكسيون دو إكس أو زد حتى هي. كيفاش غندير؟ هاد الأولى ما عرفناش بعد، غندير جوج كيتشاف، ما عرفناش بعد، تاع نسلم غير لتحت. ركزوا معايا فين نحاول، اشنو غندير؟ نحاول ندوز كلشي للطرف الاخر، اولا بيا نلقى نلقى شحال كتساوي ايكغاد، كاع ناخذ هنا 3 اكس ناقص ايكغاد كتساوي 2 ايكغاد. شنو غادي ندير؟ غنحاول اما نفونكسيوني اكس اما نفونكسيوني ايكغاد. بحال مثلا ملي كتجيني ساهله انا نفونكسيوني اكس، اذا بغينا نفونكسيوني اكس نلقى 3 اكس كتساوي ايكغاد ندوز للطرف الاخر شويه زائد زائد ايكغاد زائد 2 ايكغاد هي شحال 3 اكس. الى بغيت هنا إكس شحال كتساوينا؟ كتساوينا هي 3 على 3 دونك هي إكس. أنا بقيت ليكواسيون الأولى، إذا بقيت أن إكس كيساوي إش كيساوي إكغاد. مزيان، شنو غادي ندير؟ غنعود التحتانية غنقادها شوية ومن بعد غنقول لك دونك هادي ليكواسيون دو. ألو ركزوا معايا مزيان، بقاو عاقلين على هادي. راه عندنا هنا 4 إكس بلوس 5 إكغاد زاد إذا دوزنا للطرف الآخر 6 ناقص 2 شحال صافي؟ شحال دونك هي 4، إذا هنا غتلاقي دي 4 زاد كتساوي زيرو صافي. دابا ركزو معايا أنت، فهاد ليكواسيون غنحاول عاوتاني نخرج لا فالور تاع إكس صافي، نحاول نفونكسيوني إكس بدلات بدلات. دونك شنو غندير؟ شحال كتساوي إكس؟ كتساوي إكغاد، غنجيب إكس وغنعوض بلاصة إكس باش إكغاد، يعني كتخرج وحدة فيهم كتخرج منها إكغاد أون فونكسيون دو إكغاد دو إكس، كتعوض إكغاد باش حيد باش تلقى إكغاد أون فونكسيون دو زاد. إذا غنعوض إكس هنا باش إكغاد، دونك نعوضنا شنو عندنا 4 إكغاد زائد 5 إكغاد زائد 4 زد كتساوي زيرو، اللي غتبقى لنا شحال هي 9 إكغاد كتساوي ندوزو للطرف الآخر ناقص 4 زد. إذا إكغاد شحال كتساوي لنا الشباب؟ هي ناقص 4 على 9 زد فوالا مزيان. ألوغ دابا شنو غادي ندير؟ ركزوا معايا مزيان مزيان مزيان، شنو غندير في هنا؟ الوغ ناخذ هذه ليكواسيون، هذه ليكواسيون هي قبل غنحسب بورا باش نستغل شويه ديال الاسباس. يقدر يبان لكم هذا السيستم شويه قاصح، غير هنا ركزوا معايا مزيان، دائما وحده كتخرج دائما الهدف خاصني نلقى اكس اون فونكسيون دو ايكغاد ونلقى زد اون فونكسيون ديال ايكغاد، ولا المهم يتلاقاو ليا بجوج ثلاثه ثلاثه يكون صافي فاهم. اذا ركزوا معايا مزيان شنو غندير دابا الشباب، غنختار واحد زد، نختار واحد زد نعوضه هنا تبقى لا فالور تاع إكغاد، حيت لقيت لا فالور تاع إكغاد غنلقى لا فالور تاع زد، أولا بغينا نتعوض إكغاد وتبقى هنا إكغاد وتبقى زد، اللي بغيتي،
دونك الاسهل هذا شكون هي القاع زد دونك غنقول لي سي اكس سي زد مثلا ايكال 9 اختار اللي بغيت اللي بغيت تقدر تختار 9 تقدر تختار 4 تقدر تختار 10 تقدر تختار مليار اللي بغيت انت غير احسن واحد الحاجه كتبقى تحيد ليا المقام اذا ما عرفتش غنحيد ليا المقام 9 اذا تعوضنا في ايكال باش عندنا ايكال شحال كتساوي شحال دونك هي ناقص 4 على 9 و 9 غيمشي هذا مع هذا غتساوي شحال هي ناقص 4 اذا لقينا ايكال شحال كتساوي لقينا كتساوي ناقص 4 اذا الا كانت ايكال تساوي موان 4 اكس شحال تساوي تايا كتساوي ايكال وبما ان اكس كتساوي ايكال ايكال كتساوي ناقص 4 يعني اكس كتساوي تايا شحال ناقص 4 صافي وزاد كتساوي شحال زاد كتساوي لنا 9 وهادو هما الكوردوني ديال الفيكتور الاول اذا الفيكتور الاول شحال خرجنا فيه خرجنا فيه ناقص 4 4 9 ويجي واحد يقول لك انا اخويا راه نقدر ما يخرجش بحال كما قلنا لي فيكتور راه نقدر ما يخرج لنا كلنا بحال بحال يعني ماشي اوبليغاتوار على حساب الايكال اللي غتاخد انت اذا تفاهم اوكي ندوز دابا لامدا الاولى سهله معاها دابا بنفس الطريقه غنمشيو لامدا الثانيه اذا غنجي نقول لي لامدا 2 ايكال كومبيا شكون لامدا الاولى اللي كانت خرجت لينا لامدا 2 دونك كان شي موان 1 بقينا الفيكتور الثاني هو لامدا كتساوي شحال دابا فهاد الحاجه غنقول غنقول سوا في سوا في 2 يساوي لنا اكس ايكغيك زد فالور بروبر اسوسي لامدا 2 ايكال موان 1 هنا ركزوا معايا الشيء ما بقاش نعاود كالكولو نفسه تقدر ديرها ولكن انا نوريك واحد اللعبه ناضيه هنا كتاخذ هذا السيستم كيبقى هو هو يعني كتبقى عندك هنا جوج اكس كتبقى عندي 3 ايكغيك 3 اكس عفوا ناقص 1 في ايكغيك 4 اكس زائد 5 زائد 6 زائد كتساوي يعني غتعاود نفس ليطاب غتعاود او اكس وكتحط الفيكتور هنا اللي كيتبدل هو الفيكتور فقط يعني هاد هاد اللي غضربها يكون عندنا هنا لي كونفيسيون يكون عندنا لامدا شحال كتساوي اذا بحال لامدا كتساوي لنا موان زان كندير كتساوي ناقص اكس ناقص ايكغيك وكندير ناقص زاد باش فاهم الا كان عندي لامدا كيساوي 3 كندير 3 3 3 اذا كان عندنا 4 كندير سي هاد يعني لا نبقى نعاود العمليه كندير فقط غير العمليه الاولى واخا سي بون شنو غندير انا الشب هنا غنحاول نلقى اكس اذا هنا بدال بار عندي 2 اكس هنا كان عندي ناقص 3 ماشي بحال هنا كانوا بحال بحال اذا كانوا بحال بحال كنحيدو دونك هنا شنو غندير غنلقى جوج اكس ناقص اكس كتساوي زيرو هادي مع هادي غطيرها اللي عندنا 3 اكس كتساوي زيرو غندوز هاد الطرف لاخر عشان غندير 4 اكس زائد 5 ايكغاد زائد 6 زد زيد على ناقص زد اللي عندو هنا شوف اللي عندك هي زائد 7 زد كتساوي زيرو دونك 2 اكس ناقص اكس هي شحال هي اكس كتساوي زيرو والمعادلة الثانية إلا بغينا نلقاو إكس عن تولي صفر على ثلاثة هي شحال هي زيرو يعني هذي غنحيدها غيبقى عندنا إكس دابا الشباب حنا لقينا قيمة إكس شحال كتساوي صافي لقينا إكس كتساوي زيرو دابا المشكل اللي عندي هو باقي إكس ما لقيتهاش وباقي لي زيرو ما لقيتهاش إيش غادي ندير غادي نشد قيمة إكس ونعوضها هنا غتبقى عندي خمسة إكس زائد سبعة زائد كتساوي زيرو اون فونكسيون لي واحد بدال هاد الاخر مثلا نختار اش نختار ايكغيك ايكغيك تساوي شحال صافي لا بغيتها تبقى عندي 7 ندوز 7 زائد الطرف الاخر ولا يجي ناقص 7 ونقسم على 5 صافي شباب وفي هاد الحاله شنو ولا عندي خاصني نعطي لي قيمه ديال زاد باش نلقى قيمه ايكغيك لان قيمه اكس طينا بايزون نختارو زاد كتساوي بايزون 5 اذا غير نختار 5 هاد اللي عندي ايكغيك شحال كتساوي ناقص 7 على 5 فوا 5 تمشي لي مع هادي يعني شحال كتساوي الايكغيك كتساوي ناقص 7 وزاد شحال خديناها خديناها هي 5 و اكس كيساوي شحال هو زيرو فهمت انا اذا لي كوردوني ديال لامدا كتساوي جوج الفيكتور الثاني شحال خرجنا خرجنا زيرو ناقص 7 الايكغيك و 5 في الزيرو فهمت انا اذا دابا شنو غنمشي ندير غنمشي ندوزو مباشره الفيكتور لامدا ايكالا 6 ونشوف دونك هنا حاول هاد العملية اللي كندير هما تقريبا أغلب العمليات اللي كيطرا يعني كيبقاو يتعاودو بنفس الطريقة وبنفس الوجه يعني كتحاول تجبد إكس بدلالة إيكغيك ولا إيكغيك بدلالة زد ولا كتبقى إكس نيشان خارجة ولا إيكغيك خارجة نيشان كيعجبو إذا دابا غنشوفو أش غنشوفو لامدا إيكالا 6 غنحس بورا باش نلقاو فين كتبقى إن شاء الله
لان دابا غندوزو لاندا ايكالا 6 هي اخر وحده. طبعا كما قلت لكم هادشي ديال لي سيستيم متخربع يعني خاصكم مهاره شخصيه يعني ما فيهاش يعني كنحاول نعطيكم افكار شنو نديرو ولكن كل تمايه خاص تضرب بزاف ديال التمايه باش تقدر تامبليكي هادشي بزاف. اذا دابا ندوزو لاندا ايكالا 3 اللي هي عطات لي لاندا ايكالا 6 دونك لي باتينا غنقول عاوتاني سوا فيكتور 3 اكس ايكالا زد فيكتور اسوسي لاندا ايكالا اش ايكالا 6. واشنو غادي ندير كما قلت لكم كنحافظوا على السيستم هو نفسه فقط هنا المعامل كيكون عندنا هو ديك المعامل ديال لاندا. اذا هنا كنديروا اش كنديروا 6 اكس هنا 6 ايغريك وهنا 6 زد. اذا بنفس الطريقه عاوتاني شنو غندير هادو ما يحيدوش مع بعضياتهم حيت ماشي بحال بحال. اذا غنحسبها غندير 6 اكس موان 2 اكس كتساوي 0. هنا شنو درت عدنان ديت هادي هنا واخا تحتانية نقادو إكراد مع إكراد عشان عندنا 3 إكس ندوزو حتى للطرف الآخر عندنا إكراد موا عندنا إكراد ولا نخليو ندوزو إلى الطرف الآخر من الأحسن تولي عندنا 3 زيك كتساوي شحال باش نفونكسيونيو نيشان دونك 6 إكراد زائد إكراد شحال هي 7 7 إكراد صافي ندوزو إلى الطرف الآخر هنا 6 زائد مع 6 زائد غتمشي تبقى عندي 4 إكس زائد 5 إكراد. بالنسبة لهذا المثال اختاريته علاش؟ لأن المثال سيتخزن شي في تقريبا جميع الحالات اللي تخطر في القاع لأن أغلبية القاع جوج معادلات كتشابه بحال المثال اللي خدام من قينا إكس وقينا إكس حيدنا وحدة فيهم. يعني هذا المثال راه شامل إلا فهمتي مزيان زائد الثمانية عندنا نفس الباقية راه إن شاء الله الرحمن الرحيم فاليدو أفيك مونسيون لا جيم المثال. واخا إذا 6 إكس ناقص منها إكس تعطينا شحال؟ 4 إكس. يعني تقول عندنا هنا 4 دوزناها للطرف الآخر عرفتي صافي على 4 هي شحال هي 0. أنا تلقيت لي كوزورين ديال إكس. إكس لقينا أشنو بقى لنا الشيء بقى لنا قيمة إكراد دونك إلا بغيتي قيمة إكراد شنو غندير ركز معايا مزيان غنعوض هنا عشان عندنا أون فونكسيوناليشن إذن هنا أولا بيان نلقاو إكس أجي ندير هنا بطريقة عالية دونك هي 3 إكس كتساوي 7 إكراد نحاولو نلقاو إكراد يلا عطيوني إكراد منه إذا إكراد كتساوي شحال 3 إكس بلس 6 إذا إلا كانت إكس كتساوي 0 فإن إكراد شحال كتساوي هنا هي 0 فوالا شنو بقى لنا الشباب في لي كوندوري لقينا اكس ولقينا ايكراد بقى لنا زاد زاد ما كايناش فحالة الا ما كانتش عندك زاد في السيستم بصفة نهائية اسمعني مزيان الوغ شنو كدير كتاخد اي رقم بغيتي اي رقم عدالة زيرو لا دونك اي رقم يعني كنختار زاد اي رقم بغيتي فعلا باش انا نختار زاد كتساوي 3 واحد اخر يختار حتى 4 اختار اللي بغيتي بعد على الزيرو كونفيراسيون بي على جوج اللي بغيتي بعد على الزيرو اذا في هاد الحالة شنو غنديرو غناخدو مثلا زاد كتساوي شي رقم بايزون كناخدو 3 إذا الفيكتور ديالنا فيكتور 3 ديالنا اللي لقينا لقينا فيه اش اكس كيساوي 0 ايكراد كيساوي 0 3 كيساوي 0 بزاف ديال الطلبة كيلقاو زاد ما كايناش كيقولو كنعوضها بزيرو لا ما كنعوضوش بزيرو كنعوضها بلامبورت كو يعني زاد راه أي حاجة ما عندناش انفورماسيون عليها ما معروفاش إذا نقدر نعطيها أي فالور عاد صافي فهمنا. إذا ندوزو دابا السؤال الموالي كيعطيوكم ديتيرميني لا ماتريس فونكسيون دابا واحد جوج ياك دونك بولينوم دونك لي 3 تاع عفوا ماتريس دياغونال واخا في ماتريس دياغونال كنسميوها دي كما قلنا في الاول. الو شنو كنديرو في الشباب هنا في لي زيليمون ديال دياغونال كنحطو لامدات لامدا ا لامدا 2 لامدا 3 شحال سوات لي لامدا ا لامدا ا سوات لي 2 لامدا 2 شحال ساوات كنحطها هنا لامدا 2 ساوات هي موان 2 اي لامدا 3 ساوات لي شحال 6 وهنا عندنا كل شيء غيكون ذروات بحال شحال هادي كما كنعرفوا لا ماتريس دياغونال كيكون عندي ذروات من هنا ذروات كيكون عندي غير فقط لي زيليمون ديال دياغونال يعني زيليمون ديال الوطن صافي كيقول لك من بعد مثلا السؤال الخامس ديتيرميني لا ماتريس باساج اللي كنعطيوها هي ساهله سي تري سامبل هذا الشباب دونك شنو كندير في ماتريس باساج كنحط في في 1 كنحط في في 2 وكنحط في 3 يعني كنحطهم بالترتيب بحال لقينا في 1 كتساوينا لقينا هي ناقص 4 ناقص 4 سعود هنا لقينا صفر 7 ناقص 7 عفوا لقينا هنا شحال 5 وفي الفيكتور الاخر لقينا اش لقينا 0 0 3 فهمنا. اذا هذه هي لا ماتريس باساج
لا كنحب التقشيره يعني لقيت الدعم. كيجي السؤال الموالي كيقول لك مونطري ان 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 لا ماتريس ا دياغونال ديال العرض. فهمت سيدي مخويا؟ دونك هنا كيقول لك السؤال السادس مونطري كو ا اي دياغونال. دونك باش تكون ماتريس دياغونال دونك خاصك تحسب ديتيرمينون ديال ديتيرمينون ديال في 1 او في 2 او في 3 وخاصها تخالف ليا اش تخالف ليا 0. يعني كتحسب هذوك لي فيكتور اللي خرج يعني بحال كتحسب الفيكتور ديال هادي كتحسب ديتيرمينون ديال هادي باش فاهم. يعني الا خرجت ليا كتخالف صفر راه كتكون دياغونال دياغونال. ما كانتش كتخالف صفر ما كتكون دياغونال. هذه هي فاتحه حاشر باش عندي هنا احسب الديت ديال من ديال ناقص 4 ناقص 4 سعود 0 ناقص 7 5 0 0 3. وفي هذه الحاله كما قلت لكم هذه عندنا ماتريس تريونغولير ماتريس تريونغولير اذا اوتوماتيك غنضرب غير لي زريمون ديال دياغونال بعديه يعني ناقص 4 ناقص 7 3. دونك نديرو كالكولاتريس هنا ناقص 4 و نضربو 4 فرا ناقص 7 و 3 اوتوماتيك تلقى 84. اذا 84 ديفيرون دو 0 الوغ دياغونال ولا لا دياغونال. دونك غنقولو ان ا لا ماتريس ا اي دياغونال. حاضر نكون قد ساليت معكم الشابيتر ديال ديفغافيون. نتمنى انكم فهمتوا مزيان. سمحوا لي في الحلقات الاخرى ما كانوش زوينين حاولت نبسط قدر الامكان لان كنعش بكري فالمهم سمحوا لي بزاف ونتمنى انكم استفدتوا معايا. دونك الى عجبكم الفيديو ديروا لي بارطاجيو مع صحابكم. اوكي دابا ندوزو ان شاء الله دابا للسيستم لي سيستم لينيير غنشوفو ميثود كرامر بيفوت غوست وغنشوفو كيفاش كن كل دي سيستم باغ لا ماتريس انفرسي. كان معكم عندنا التعليم احسن مستمتعين في العالم.